بداية كده، من أكتر الموبايلات المنتظرة في الفترة اللي جاية هو الريدمي نوت 11 برو. الموبايل ده يعني عامل كده خميرة حلوة كده وفرشة محترمة للمستخدمين. يعني أنا مستني الموبايل ده كده ينزل في فئة 5000 جنيه عشان هي أشتري الموبايل. أنا ماسك نفسي الفترة دي عشان أستنى النوت 11 برو بتاع شاومي، نشوف هيعمل إزاي. شاومي الفترة اللي فاتت نزلت الريدمي نوت 11 العادي والريدمي نوت 11S، تمام، واعلنت عنهم، ولكن البرو لسه شويه، لسه ما اتكلمتش عنده. يعني ممكن معانا مثلا شهر مثلا او 40 يوم او خلال الشهر الجاي ممكن نشوفه في السوق. وطبعا يا صاحبي انت شفت زرومبيح الفيديوز الكتير قوي اللي نزل عن النوت 11 برو الفتره الاخيره، ولكن الصدمه اللي هقولها لك، يعني حتى الفيديوز اللي انا نزلتها كانت للنسخه الصينيه، يعني للنسخه بتاعت الصين، في اختلافات جذريه جدا. فكل الفيديوز تقريبا العربيه اللي موجوده حاليا للنسخه الصينيه مش للنسخه العالميه، وبالتالي يعني انت لو هتروح تشتري بناء على الفيديوز دي هتلبس، يعني ايه هتلبس يعني. فالفيديو ده هقول لك الفرق ما بين النسخه العالميه اللي هي تنزل لنا مصر وما بين النسخه الصينيه اللي فيها ارقام جامده جدا واللي خلت طموحك يبقى سقف السماء. فركز معايا في كل كلمه اقولها وتعالى شوف الفروقات الفعليه ما بين الموبايلين. قبل ما نبدا كده، في حاجه حابب اقولها لك ممكن تغير حياتك. كلنا بقينا واخدين بالنا ان البرمجه بقت جزء لا يتجزأ من حياتنا، بقت حاجه اساسيه ومطلوبه جدا. والحاجه اللي بقينا عارفينها ان مفيش حد كبير على التعليم، يعني مفيش حاجه اسمها عشان اتعلم برمجه لازم اروح كليه معينه او غيره، لا انت ممكن تتعلم برمجه وانت قاعد من البيت. واللي عايز اقولك ان اقل تاسك ممكن تعمله او اقل شغلانه فريلانسنج وانت قاعد في بيتك من مكانك ممكن تاخد عليها 200 دولار وممكن راتبك يوصل ل 40 دولار في الساعه. فانا في دقيقه دلوقتي هديك الزتونه. طبعا كلنا عارفين موقع يوديمي وكلنا عارفين ان عليه كورسات ممتازه جدا، ولكن المشهور على الموقع ان هو كل الكورسات عليه بالانجليزيه. الكلام ده بقى اصبح من الماضي. انا اجيب لك دلوقتي كورس بالعربي هيبدا معاك من الصفر واخد تقييمات عاليه جدا وكمان موثوق من شركات عالميه بتقول لك الكورس ده الكورس ده هيأهلك ان انت تشتغل معانا. وتاني الكورس ده هيبدا معاك من الصفر، يعني ايه؟ يعني مش محتاج يكون عندك اي خلفيه عن لغات البرمجه او عن الموضوع اللي انت داخل تتعلمه ده. هو يبدأ معاك من اول حاجه خالص وهيعلمك بايثون وديجانجو واللي مبني بيهم حاجات زي انستجرام وزي يوتيوب اللي اتفرج عليا منه دلوقتي، واللي تعتبر حاجات مهمه واساسيه جدا ومطلوبه جدا في سوق العمل. الكورس ده سعره الاصلي 900 جنيه، ولكن لو انت استخدمت اللينك الموجود في الديسكريبشن مع كود الخصم اللي انا بقدمه ليكوا كمتابعين ليا هتاخد خصم يوصل سعر الكورس ل 200 جنيه. ولو انت معكش فيزا يا سيدي محلول، تستخدم فودافون كاش من 25 جنيه في الحساب بتاعك تحولهم او تعمل بيهم فيزا وتشتري بيها الكورس. وبالنسبه للعرض المتوفر على الكورس دلوقتي واللي لازم تلحقه لو الموضوع فارق معاك ويهمك، اول 5 ايام من نزول الاعلان ده او من نزول الفيديو ده هتاخد الكورس لو اشتريته في فودافون كاش بسعر 225 جنيه. طيب يا سيدي انا كسلت وخليته الخمس ايام ورا كمان، فهتلاقي الكورس سعره رفع ل 325 جنيه. الفكره بقى اللي بيخلي ده عرض مميز ان هو بعد 10 ايام بالظبط سعره يرجع تاني 900 جنيه، وحتى بسعره الرسمي يعتبر صفقه ممتازه جدا مقابل اللي هتتعلمه ومقابل العائد اللي هيرجع لك بعد ما تخلص الكورس ده باذن الله. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن الكورس وبالاكسبريشنز المظبوطه بتاعه المجال والكلام ده كله هتلاقي انترودكشن فيديو او فيديو تقديمي للكورس موجود برده في اللينك بتاع يوديمي اللي موجود في الديسكربشن، وكمان الكود بتاع الخصم هتلاقوه في الديسكربشن. وتعالوا نكمل الفيديو بتاعنا. تعال نمسك الموبايل حته حته عشان نعرف الفروقات. واول حاجه في فرق في التصميم في الجزئيه بتاعه الكاميرات، ولكن الفرق مش جامد قوي، فسيبك من الحته دي وتعال نروح للشاشه. الحمد لله الشاشه يعني ما فيهاش تغييرات، يعني هي نفس الشاشه الجميله اللطيفه اللي شفتها في النسخه الصينيه اللي احنا شفناها اللي هي بدقه فول اتش دي بلس، بتيجي بالنوع املي، بتيجي بريفرش 120 هرتز. فالحمد لله الدنيا في اللذيذ وسطوع محترم والشاشه يعتمد عليها لمشاهده المحتوى والاستخدام اليومي. ف يعني عاش شاومي ان انت ما خربتيش جزئيه الشاشه. حاجه هنا كمان اتغيرت للاحسن ان النسخه الصينيه ما كانتش بتدعم ان انت تركب كارت ذاكره خارجي، لا النسخه العالميه اللي هتنزل لنا مصر ولا تنزل شرق الاوسط هتدعم ان انت تركب كارت ذاكره خارجي عادي جدا مع الخط بتاعك. تعالوا بقى نروح للكاميرات واللي فيها تغيير كهاردوير ان في كاميرا زاد، ويعني ما تتبسطش قوي بالجزئيه دي. فلو جينا بصينا انت كان عندك كاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل لسه زي ما هي، وكاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل وبرده لسه زي ما هي، والكاميرا الماكرو 2 ميجا بكسل برده زي ما هي. فكره ان هم اضافوا كاميرا ثالثه اللي هي ديب سنسور واللي ملهاش اي 30 لازمه. تعالى لي بقى كده اقول لك التضحيات. واول تضحيه ان الموبايل النسخه العالميه اللي هتنزل لنا مصر ما بتصورش 4K اصلا. ايوه موبايل في الفئه السعريه اللي ينزل فيها الموبايل وما بيدعمش تصوير 4K واخره 1080 30 فريم في الثانيه،
وده بسبب المعالج. وبالنسبه للكاميرا الاماميه 16 ميجا بكسل اللي كانت بتصور 1080 60 او 30 فريم، لا دلوقتي بقى اخرها 1080 30 فريم بس. وتاني سبب في النقطه دي برضو هو المعالج. حاجه كمان يا صاحبي، وهي ان انت بتكمل فيديو لحد دلوقتي وما عملتش لايك، يعني تقديرا للمجهود انزل اعمل لايك تحت الفيديو، اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس تاني، الا يا صاحبي انك مكمل الفيديو مش عامل لايك. ومش هطول عليك ومش هصدعك وبتاع، تعال نكمل الفيديو. في برضه هنا تضحيه تانية حصلت، ان النسخه بتاعه الصين كانت بتيجي بتجربه سماعات جي بي ال، لا هنا السماعات ما لهاش تقنيه اللي هو سماعات ستيريو عادي خالص اللي هي بتاعه شاومي. طيب يا عم هواري، ايه التغيير في المعالج اللي شقلب الدنيا كده؟ اول حاجه المعالج بتاع نسخه الصين كان الدايمينستي من ميديا تك ال 920 اللي كان بيجي دقه 6 نانومتر، اما النسخه العالميه اللي هتنزل لنا مصر هتيجي بالمعالج اللي هو الهيليو جي 96 اللي احنا شفناه 100 مره، ال 95 وال 90 التغييرات مش جذريه قوي، ولكن احنا شفناه 100 مره في السوق في موبايلات ثانيه وبتيجي دقه تصنيع 12 نانومتر. فالسؤال اللي داير في بالك دلوقتي، هل المعالج ده هيفرق في تجربه الاداء عن المعالج اللي كان موجود في نسخه الصين اللي احنا جربناه وانبهرنا بادائه؟ هيفرق معاك في الاداء، هيفرق معاك في استهلاك البطاريه، هيفرق معاك في معالجه الصور والفيديوز اللي طالعه من الكاميرات، ويعني هيبقى اقل بشكل ملحوظ برضو. يعني خد بالك برضو من فرق المعماريه بتاعه التصنيع، وان ده فئه وفئه، والمعالج اللي نازل لنا ده فئه ثانيه خالص. الهيليو جي 96 نازل في موبايلات كتير جدا من فيفو ومن ريلمي ومن غيرها، فهو معالج اعتيادي، واللي شفناه في فئه ال 3000 ل 4000 جنيه ان شركه ريلمي وشاومي شغالين بنفس المعالج ده، اللي يحصل في معظم الفئات بسبب ازمه اشباه الموصلات، ان يعني يبقى في شحوح شويه في جزئيه المعالجات، فهتلاقي ان كله شغال تقريبا بنفس المعالج، مش هتلاقي اختلافات جذريه ما بين الشركات. بالنسبه للبطاريه، فالبطاريه قلت حاجه بسيطه جدا، بدل ما كانت 5160 بقت 5000، ولسه بنفس الشحن السريع 67 واط. فلو انت مستخدم دلوقتي بتفكر اشتري ايه، انا بالنسبه لي الريدمي نوت 10 برو اللي موجود في السوق حاليا بيقدم صفقه ممتازه جدا. ولو انت معاك النوت 10 برو ما تفكرش او ما تجهزش نفسك او ما تبيعوش عشان تخسر فيه عشان تجيب النسخه الجديده، يعني الموبايل اللي معاك هيقدم لك تجربه احسن بمراحل تكمل معاك كمان للجيل اللي جاي. دي وجهه نظري، ولو انت مستخدم فارق معاك جدا فلوسك فقشطه، يعني اسمع الكلام ده، ولو مش فارق معاك فلوسك فقشطه بيع واخسر عادي، ولما يجي الموبايل الجاي هتلاقي نفسك ان انت موبايلك ما بيصورش 4K حتى. دي تجربه تسجيل فيديو بموبايلين شاومي، شاومي ريدمي نوت 10 برو ونوت 11 برو. تقدروا تعرفوا الصوت طالع من الموبايل عشان تقدروا تحددوا تعرفوا انها ايدي عشان تقدروا تحددوا الكواليتي عامله ازاي، يعني دي مقارنه وكده، يعني مقارنه يباش. فدي حاجه لازم ناخدها بعين الاعتبار. وحاجه كمان ناخد بالنا منها، ان فئه الدايمينسي هي فئه ارقى واعلى بكتير من فئه الهيليو جي اللي هي تعتبر فئه متوسطه ويعني اقتصاديه في نفس الوقت. فبس دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده، لسه مش هشترك فاعمل لايك واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس. ودي كانت التغييرات الجذريه، واستنوا تجربه فعليه للموبايل. وحبيت الصراحه ان انا اعمل لكم الموضوع ده في الاختصار، ما اقعدش اعيد وازيد في الكلام. وتاني كل الفيديوز اللي موجوده على يوتيوب العربي سواء انا او غيري كلها كانت بمعالج الدايمينسي 920، فتجربه هتبقى مختلفه جدا. فنستنى بقى التجربه الحقيقيه هتبقى عامله ازاي، او تجربه الموبايل اللي نازل لنا اصلا السوق هتبقى عامله ازاي، واللي حاول ان تجربته تنزل في اسرع وقت. وهي بس كده، كان معاكم عبد الرحمن هواري، اشوفكم في فيديو عظيم جاي، مع السلامه.